ونتحاور معاهم خلال التليفون وهم متواجدين في المانيا او في بلاد الاحتراف. كابتن دينا مشرف معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن دينا. مساء النور، اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. كابتن دينا، دايما يعني ما شاء الله الدوري الالماني هو من اصعب الدوريات في العالم بسبب تواجد تقريبا غالبيه المحترفين الكبار في العالم. قولي لي ماشيه ازاي في الدوري هناك؟ دي حقيقه، وفعلا الدوري الالماني صعب جدا، يعني من اصعب الدوريات في البنات وفي الولاد كمان. هي بالنسبه لي تجربه جديده ان انا العب في دوري صعب زي ده، فانا مبسوطه بيها جدا الحقيقه، لان انا حسيت فعلا بفرق من مرتين بس انا رحت هناك لعبت ماتشات قويه جدا. حسيت بفرق، لان الواحد هو محطوط تحت ضغط بيضطر ان هو يطلع حاجات اكتر هو ما كانش حاسس ان هو ممكن يطلعها. وكمان بتخليني محتاجه كمان ارجع مصر مثلا، او حتى في مستويات اتمرن على حاجات تانية، فبالتالي ان شاء الله مستوايا ممكن يزيد ويعلى. شايفه الاستفاده هناك، الخبرات الزياده اللي حصلت هناك، وشكل التدريبات يا كابتن دينا، عايز اسالك على شكل التدريبات هناك، الاختلاف بينها وبين مصر. هو انا اصلا يعني الاتفاق كان ان انا اروح العب الماتشات بس كويس هناك مع الفرقه. بس انا مثلا لو في ماتشات قريبه من بعض، يعني مثلا ماتش وبعديه ماتش بعد اسبوع واحد، بقعد هناك في المانيا اتمرن مع المنتخب. طبعا تمرين المنتخب هناك في المانيا تمرين كويس جدا. كل اللعيبه هناك مستواهم عالي جدا، فبالتالي جوده التمرين عاليه قوي. بكلمك بصراحه، اكيد الاحتراف بنت مصريه بتحترف في الدوري الالماني، اكيد الموضوع عندهم يعني زي ما تقولي بنت مصريه جوه الدوري الالماني صعب شويه. شايفه الموضوع ده ازاي معاهم، ان في مصريه كابتن كبير زي كابتن دينا مشرف محترفه داخل الدوري الالماني، اتقابلتي ازاي لما رحت يا دينا؟ والله يعني الحمد لله، هم اصلا احنا كلنا عارفين بعض يعني كويس من البطولات الدوليه والبطولات اللي احنا بنشارك فيها على طول دوليا، يعني نبقى كلنا عارفين بعض وكده. هم يعني مش جداد عليا وانا مش جديده عليهم. وكمان الحمد لله الفرقه اللي انا اتحطيت وسطهم كلهم ناس طيبه جدا، واستقبلوني استقبال هايل الحقيقه، وكانوا فعلا مرحبين بيا جدا، وانا ارتحت معاهم من اول مره رحت لهم. فالحمد لله دي كانت نقطه برضه قلقاني شويه، بس الحمد لله يعني كانت كويسه قوي بالنسبه لي اول مره رحت، واستقبلوني كويس ومبسوطه جدا معاهم كلهم. دينا مشرف، بنبارك لك على تاهيلك للاولمبياد، كان عايزين نعمل معاك حلقه كبيره لكن مش مع سفرك ورجوعك وهكذا، يعني الموضوع صعب شويه، لكن ان شاء الله قريب نتقابل باذن الله، توعدينا هنا لتكون متواجده جدا قريبه باذن الله معانا. لكن خلينا نتكلم على اولمبياد طوكيو 2020 وتاهلك بعد ما فزتي في الميداليه الذهبيه في دوره الالعاب الافريقيه. قولي لي الخبرات اللي انت هتكتسبيها في المانيا هتعود علينا بشكل عام، كلنا عندنا امل في دينا مشرف ان تقدر توصل لمراحل متقدمه في الاولمبياد اللي جايه. والله يا رب ان شاء الله. يعني اولا التاهل في حد ذاته كان يعني خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا، احنا تاهلنا كمان كفرق الحمد لله في المغرب والافريكان جيمز اللي فاتت. وما كانش التاهل ما كانش حاجه سهله قوي، يعني الحمد لله خطوه كبيره عديناها يعني باول خطوه. تاني خطوه بقى اول ما تاهلنا على طول بدانا على طول في الخطه اللي هي بتاعه الاعداد. طبعا الدوري الالماني هيساعدني جدا في الاعداد ده، ان هو دايما حاططني تحت ضغط وان انا بلعب ماتشات جامده. فهو داخل من ضمن الخطه يعني للاعداد لطوكيو. كويس. ويعني الاعداد فعلا ان شاء الله يبقى متواصل من اول ما تاهلنا لحد ان شاء الله ما الاولمبياد تيجي. مفيش يعني مش هقف يعني ان شاء الله. فعلا الفتره مشغوله جدا، وعشان كده يمكن للاسف مش قادره ان انا اجي يعني. لازم تكوني متواجده معانا بصراحه، عشان معانا كلام كتير عايزين نتكلم معاك يا كابتن دينا بصراحه. ان شاء الله اكيد يا رب. يا رب. كابتن دينا مشرف كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر اللي مشرفانا وتاهلت طوكيو وما شاء الله عليها في الدوري الالماني، فعلا بنقول لها كل التوفيق ليها لانها واجهه مشرفه لينا جدا جدا، اذا كان للنادي الاهلي او لمصر في الدوري الالماني، ونتمنى لها التوفيق في طوكيو في مراحل الاعداد، لان فعلا دينا مشرف ان شاء الله تكون قريبه لحاجه لمراكز متقدمة إن شاء الله في طوكيو اللي جاي.